السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين. معاكم احمد بك. ان شاء الله انا اليوم سوف اتحدث عن موضوع سور الصين العظيم. كما تعرفون انه مشهور عالميا ويتوافد اليه الزوار من كل انحاء العالم. هيا بنا لكي نتعرف بعض الحقائق عنها. عندما اراد الصينيون القدماء ان يعيشوا بامان، قرروا ان يبنوا سور الصين العظيم، وكانوا يعتقدون أنه لا يستطيع أحد أن يتسلقه بشدة علوه. لكن خلال 100 سنة الأولى حدث غزو للصين 3 مرات وكلهم كانت ناجحة. لماذا؟ لأنهم كانوا يقومون برشوة حارس الثور. أولا، قتل حوالي 10,000 عامل خلال عمليات بناء هذا السور العظيم، ويذكر أنهم تم دفنهم بجوارهم. كان أول قائد يدخل سور الصين العظيم كان القائد المغولي جنكيز خان. وبذلك قد انتهى حلقة اليوم، وإذا أعجبكم الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.